أفاد مسؤولون أمنيون في باكستان اليوم أن شقيق زعيم طالبان الجديد حكيم الله محسود لقي حتفة في اشتباك مع الجيش الباكستاني في منطقة القبائل التي يهيمن عليها المسلحون شمال وزيرستان. وصرح مسؤول أمني أن كليم الله محسود قتل يوم الاثنين الماضي في اشتباك مع القوات الأمنية بعد أن أطلق مسلحو طالبان صاروخا على معسكر للقوات شبه العسكرية في بلدة رازماك، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.